على اليمين ظهر تصوير للعملة في الضوء العادي، وعلى الشمال ظهر تصوير نفس العملة تحت الأشعة فوق البنفسجية. شايفين الأضواء البراقة المتلألئة اللي ما بتظهرش في الضوء العادي دي؟ إيه فكرة عملها؟ وإزاي بيحاول المزورين يقلدوها؟ وإزاي نقدر نكشفهم؟ دي الأسئلة اللي هنجاوب عليها النهاردة. انترو سريع ونبدأ حالاً. اهلا بيكم في قناة خضرونيوم وكيمياء الحياة، معاكم محمد خضر، والنهاردة هنكمل كلامنا عن كيمياء الفلوس مع تالت وسيلة كيميائية لتأمين العملات، وهي اللومينيسنس، وترجمتها الضيائية من انبعاث الضوء او التلألؤ من البريق واللمعان والبروبروب، وهي الاروع والابدع في وجهة نظري المتواضعة. قبل ما نطفي النور ونشغل الأشعة فوق البنفسجية عشان نشوف الموضوع ده عملي على العملات اللي معانا، خلونا الأول نعرف اللومينيسنس أو الضيائية أو التلألؤ ببساطة بأنه أي انبعاث ضوئي بينتج بدون تسخين. في حالة العملات مثلا بيتم استخدام مواد كيميائية معينة هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية. المواد دي لما بتتعرض لأشعة ضوئية بطاقة معينة بيحدث إثارة لإلكتروناتها، فتنتقل هذه الإلكترونات إلى مستويات أعلى في الطاقة، لكن ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، والإلكترونات دي بتفقد الطاقة في صورة ضوء وترجع لمستوياتها المستقرة. الضوء الناتج سواء كان فلوريسنس أو فوسفوريسنس بيكون مختلف عن الضوء الأولاني. قول ورايا كده: فلوريسنس لومينيسنس اند فوسفوريسنس لومينيسنس. يا عم انا عايز اغني مش عايز اصو صو. تقصد ايه؟ انا عايز كلمات خفيفة، كلمات رشيقة، كلمات تافهة. تافهة طبعا. عايزين ناكل عيش يابا، مش تقول لي صب 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 صبين صب صبين صب صبين ده مين؟ تعالوا بينا نشوف اللومينيسنس في العملات اللي معانا. على اليمين ظاهر تصوير للعملة في الضوء العادي، وعلى الشمال ظاهر تصوير نفس العملة تحت الأشعة فوق البنفسجية. نبدأ بالدولار الأمريكي، وزي ما احنا شايفين فئة الواحد دولار ما فيهاش أي انبعاثات ضوئية سواء على الوش أو الظهر، ونفس الكلام ينطبق على فئة الاتنين دولار. لكن من أول فئة الخمسة دولار هنلاقي شريط التأمين على يمين بورتري لينكن بيصدر انبعاث ضوئي أزرق فقط تحت الأشعة فوق البنفسجية، بيظهر على العملة وش وظهر. وإيه ده؟ وفي هنا كمان دايرة بلون أصفر فسفوري في ظهر ختم الاحتياطي الفيدرالي. الغريب إن الموقع الرسمي لمكتب الاحتياطي الفيدرالي بيذكر فقط شريط التأمين الأزرق وما جابش سيرة الدايرة دي. هل دي علامة جديدة؟ ولا هل العملة دي متعلمة بعلامة إضافية لغرض ما؟ بعد كده نشوف العشرة دولار، وهنا هنلاقي شريط التأمين متطرف أكتر على يمين بورتري هاملتون وبيصدر انبعاث ضوئي لونه برتقالي. جايز اللون البرتقالي مش باين هنا في الكاميرا، لكن لو قللت شدة الإضاءة هنلاقي اللون البرتقالي واضح أكتر هنا. وهي دي علامة التأمين المشعة الوحيدة في فئة العشرة دولار زي ما هو مذكور في موقع الاحتياطي الفيدرالي. شريط التأمين المضيء ده بيختلف موقعه ولونه في كل فئة من فئات الدولار علشان يكشف المزورين اللي بيمسحوا الطباعة من على الفئات الصغيرة ويطبعوا عليها فئات أكبر. زي ما شفنا في حالة الخمسة بيكون اللون أزرق، وفي العشرة برتقالي، وفي العشرين أخضر، وفي الخمسين أصفر، وفي المية زهري بينك. وده شكل الدولار المزور المطبوع على ورق عادي تحت الأشعة فوق البنفسجية. زي ما حضراتكم شايفين الانبعاث الضوئي الصارخ الصادر من الورقة كلها هنا بسبب المواد المبيضة بليتشرز اللي بتضاف للورق العادي أثناء تصنيعه علشان يظهر بلون ناصع البياض. لكن البنك نوت الحقيقي لا يحتوي على هذه المبيضات، وبيصدر انبعاثات ضوئية فقط من علامات محددة مش من الورقة كلها، علشان كده بيتقال على خامة البنك نوت الورق الميت dead paper. وده بينطبق على كل العملات مش على الدولار بس.
نيجي بقى لليورو اللي مليان علامات تأمين مشعة، لكن التصوير فوق على الشمال مش هيظهر بوضوح غير اتنين بس، لأن لمبة الأشعة فوق بنفسجية اللي معايا بتنور بطول موجي 395 نانومتر بس، علما بأن الأشعة فوق البنفسجية هي أي ضوء طوله الموجي أقل من 400 نانومتر، والعلامات اللي في اليورو مش بتظهر كلها تحت ال 395 نانومتر دول. ايه بقى اللي ظاهر معانا هنا؟ اول حاجة هي الالياف الصغيرة دي المنتشرة على وش وظهر جميع فئات اليورو، واللي كل واحدة فيهم بتحتوي على 3 الوان، اخضر وازرق واحمر. العلامة التانية الواضحة هنا هي التظليل الاصفر للرقم المتسلسل ده اللي بيظهر هنا على ظهر الرقم اوضح من على وشه. الفيديو اللي تحت على الشمال بقى بيوضح جميع العلامات المشعة اللي بتظهر في جميع فئات اليورو تحت الأشعة فوق البنفسجية بمختلف أطوالها الموجية. أولا تحت الأضواء اللي أطوالها الموجية من 400 ل 200 نانومتر، زي ما احنا شايفين الورق نفسه غير مشع، لكن على وجه العملة بيظهر إشعاع أصفر من النجوم والدوائر الصغيرة دي وأجزاء من التصميم، وعلى ظهر العملة بيصدر إشعاع أخضر من ربع الدايرة دي، أما الشريط الطولي ده والرقم المتسلسل فبيصدروا إشعاع أحمر. ولو بصينا تاني على وش اليورو بس المرة دي تحت إضاءة بطول موجي أقل من 200 نانومتر، هنلاقي إن الإشعاع الأصفر تحول للون البرتقالي وبيظهر رمز اليورو في ربع الدايرة دي. الانبعاثات الضوئية دي كلها هي اللي بتظهر في جميع فئات اليورو، فقط مع اختلاف رقم الفئة وأبعاد العملة. العملة الجاية الروبل الروسي اللي برضو بتحتوي على ألياف مشعة بضوء أحمر وأخضر، لكن هنا كل فايبر بيحتوي على لون واحد فقط مش 3 زي اليورو. وموقع البنك المركزي الروسي بيذكر إن المفروض يظهر برضو إشعاع أصفر من بعض العلامات في ظهر الفئات دي، لكن الإشعاع الأصفر ده مش ظاهر في التصوير اللي فوق على الشمال تحت الإضاءة ذات 395 نانومتر. بعد كده هنبص على الين الياباني اللي المصادر الرسمية بتقول إنه المفروض يصدر انبعاثات ضوئية من جانبي خلفية البورتريه ومن ختم محافظ البنك المركزي الياباني، لكن مفيش أي حاجة من دي ظاهرة مع اللمبة 395 اللي معانا. جايز الوضع يختلف مع أطوال موجية تانية. أنا اللي مطمني إن الين ده أصلي، إنه ما فيهوش التوهج اللي بيحصل مع الورق العادي، والضوء اللي حضراتكم شايفينه طالع من ورق السكريبت ده مش بس نور المعرفة اللي موجودة في السكريبت، ولكنه زي ما قلنا إشعاع المبيضات اللي بتضاف على الورق العادي وبتكون غير موجودة في البنك نوت. اللي بعده الليو الروماني المعروف أيضا بالرون، وهنا في الظهر بنلاحظ علامة سرية بتظهر فقط تحت الأشعة فوق البنفسجية. شايفين المربع المتلألئ المضيء باللون الأصفر ده وفي فئة العملة، بالإضافة لإشعاع أخضر من الرقم المتسلسل الرأسي ده وإشعاع برتقالي من الرقم المتسلسل الأفقي. والانبعاثات الضوئية دي موجودة على ظهر جميع فئات الليو، لكنها واضحة جدا هنا على فئة الخمسة ليو. وبعكس الألياف المضيئة اللي بتظهر إضاءتها على وجهي العملة، الضيائية هنا بتظهر على الظهر فقط. سادس عملة هنشوفها هي الليرة التركية اللي على طول بنلاحظ فيها اندعاس ضوئي أزرق من الشريط التأميني في فئة الخمسة ليرة، بالإضافة لألياف ضوئية على وجهي العملة باللونين الأحمر والأزرق. كمان هنلاقي اندعاس ضوئي أحمر برقم فئة العملة والحرفين تي وال على بورتريه أتاتورك، واضحة جدا هنا في فئة الخمسين ليرة. برضو الرقم المتسلسل في ظهر العملة اللي مطبوع بلون يظهر اسود في الضوء العادي، لكنه بيشع ضوء اصفر تحت الاشعة فوق البنفسجية. اما في فئة الخمسين ليرة فالشريط التأميني هنا بيشع ضوء احمر، لكنه برضو مش واضح قوي هنا في التصوير. نيجي بقى لليرة اللبنانية اللي واضح فيها انبعاث بلون فوسفوري من الشعار اللي فوق ده ورقم الفئة 1000، وفي الظهر فيه برضو انبعاث ضوئي بنفس اللون من شجرة الأرز. وهنلاقي هنا في المربع ده كتابة سرية ما تظهرش غير تحت البلاك لايت، مكتوب BDL 1000 اختصارات بانك دو لبان،
وتقريبا نفس العلامات هنلاقيها على فئة ال10,000 ليرة، بس هنا الانبعاث الفسفوري صادر من الرقم 100 بس. مش عارف بقى هل دي مقصودة ولا الحبر خلص على الصفرين اللي فاضلين دول. والموقع الرسمي المصرف لبنان معلهوش اي معلومات بخصوص عوامل الامان دي. واخيرا وليس اخرا، مسك الختام الجنيه المصري اللي فوجئت بانه برضو بيحتوي على علامات سرية ما تظهرش غير تحت البلاك لايت، وزي ما حضراتكم شايفين في الياف مضيئة على وجهي فئة 100 جنيه، ومكتوب هنا برضو 100 جنيه بالحبر السري. هي واضحة اكتر في فئة 200، ودي 200 جنيه القديمة من 2010. شايفين رقم 200 بالحبر السري لسه واضح عليها ومزهزه ازاي، مع ان بقاله اكتر من 11 سنة. بس هنلاحظ ان كمية الالياف الضوئية اللي فيها اقل منها في 200 جنيه الجديدة اللي ما فيهاش الشعار اللي بيتغير لونه من اخضر لنحاسي، زي ما يكون شالوا تكلفة الحبر المتغير وحطوها على تكلفة الالياف المضيئة. والمفاجأة هنا ان مفيش اي ذكر للانبعاثات الضوئية دي ضمن عوامل الامان المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. مش عارف بقى هل هم متأخرين في ابديت الموقع ولا مخبيين علينا السر ده وانا كده كشفته. انا شخصيا ما كنتش اعرف ان العلامات دي موجودة قبل تصوير الفيديو ده. قولولي كده في التعليقات هل كنتوا تعرفوا انتوا كمان ولا اول مرة تشوفوها زي. وهنا بقى بيتجلى الفرق بوضوح بين الانبعاث الفلوري الفلوريسنس والانبعاث الفوسفوري الفوسفوريسنس. في حالة الورقة هنلاقي ان الانبعاث الضوئي بيتوقف بمجرد ما ببعد الاشعة فوق البنفسجية، وهو ده الفلوريسنس لان الالكترونات المثارة بترجع مباشرة لمستويات الطاقة المستقرة. لكن في حالة عقارب الساعة الانبعاث الضوئي بيستمر الفترة حتى بعد ما ببعد البلاك لايت عنه، لأن الإلكترونات المثارة بتاخد لفة في مستويات الطاقة العليا قبل ما ترجع لمستوى الطاقة المستقر، وهو ده الفوسفوريسنس اللي بيستمر لوقت أطول من الفلوريسنس. السؤال اللي بيطرح نفسه بمزيج من الفضول والإجرام، إزاي يمكن تزوير الخاصية دي؟ الألم ده يقدر يعمل علامات ضوئية سرية زي اللي شفناها، وكتابة الألم ده ما بتظهرش غير تحت الأشعة فوق البنفسجية بالظبط زي العلامات اللي شفناها. وادي دولار صيني مضروب اهو مفهوش اي علامات تأمين ضوئية، وحنرسم عليه خط ونجمة ومربع ودايرة اهو، مش ظاهرين خالص في الضوء العادي لكن يظهروا فقط تحت الأشعة فوق البنفسجية. طب ما هي بسيطة اهي، امال ايه اللي اروع وابدع وسائل التأمين الكيميائي اللي اتضربت بجرة قلم دي؟ ده الموضوع طلع مش كيمياء خالص اهو. لا تتسرعوا اعزائي المشاهدين، فليس كل ما يلمع ذهبا. ايه اللومينيسنس المضروب اللي شفناه حالا ده؟ المادة الفعالة في الحبر السري بتاع القلم ده هي مركب عضوي زي ده مثلا، وزي ما قلنا قبل كده في فيديو كيمياء الالوان، اي مركب كيميائي ملون بيكون فيه جزء مسؤول عن اللون. الجزء ده معروف اصطلاحيا بالكروموفور، وفي الحالة دي الكروموفور هو تتابع الروابط المزدوجة الملونة باللون البنفسجي ده conjugation، رابطة مزدوجة بعدين احادية بعدين مزدوجة بعدين احادية بعدين مزدوجة وحادية وهكذا. الروابط دي ما بتكونش ثابتة زي ما هو ظهر قدامكم كده، ولكنها بتتحرك في رنين مستمر resonance. دي بتيجي هنا فتقوم دي تيجي هنا فتقوم دي تروح هنا فتقوم دي تيجي هنا وهكذا، وبحر الالكترونات ده بيغمر الجزء كله. ولما الالكترونات دي تتعرض لأشعة فوق بنفسجية بيحصل لها الإثارة اللي اتكلمنا عنها، وتنتقل لمستويات طاقة أعلى وبعدين ترجع تاني لمستوياتها المستقرة، وبتفقد فرق الطاقة دي في صورة ضوء. بس طبعا الفرق بين مستويات الطاقة هنا مختلف تماما عن الفرق في مستويات الطاقة في حالة أصباغ التأمين المستخدمة في العملات، وعلشان كده الطول الموجي للضوء الناتج بيكون مختلف. الموضوع مش أي حاجة بتنور في الظلمة والسلام، لا، لازم يكون نور بطاقة محددة وطول موجي محدد. لو أخذنا اليورو كمثال هنلاقي إن الضيائية الحمراء اللي فيه بتنتج من متراكب زي ده،
طبعا المفروض ذرات الاكسجين دي تمثل بكور حمراء وليست زرقاء، بس انا المجموعه اللي معايا ما فيهاش كور حمراء بثلاث فتحات، فايه مشوها اكسجين ازرق المره دي، وشدوا حيلكم انتوا معايا بس في الاشتراكات نوصل 1000 مشترك ونجيب عده بمغناطيس من بتوع ديريك مولر. طيب ايه الكروموفور مصدر اللون هنا؟ واحد يقول لي ما خلاص بقى يا عم، هو اللي هنعيده نزيده، ما انت قلت قبل كده تتابع الروابط المزدوجه والخ الخ. ارد عليه واقول له لا، صحيح في هنا روابط مزدوجه لكنها في حلقات منفصله وليست متتابعه. تعالوا نشوف كده، رابطه مزدوجه احاديه، مزدوجه احاديه، مزدوجه احاديه، بعدين احاديه 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 احاديه. قال لها نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. امال فين الكروموفور الاحمر اللي هنا؟ الكروموفور هنا هو ايون اليوروبيوم المركزي، ده هو ده بحر الالكترونات اللي لما بتتعرض لاشعه فوق بنفسجيه بيحصل لها اثاره وتنتقل لمستويات طاقه اعلى، وبعدين ترجع لمستويات الاصليه وتفقد فرق الطاقه على هيئه ضوء. بس شايفين الفرق بين مستويات الطاقه هنا وهنا عامل ازاي؟ انا مش عايز اخضكم واقول لكم ان تمثيل مستويات الطاقه اللي على الشاشه ده مبسط بشكل مبالغ فيه، لكن لو عايزين نمثله بشكل اكثر دقه فهيكون شكله كده. طبعا بغض النظر عن التفاصيل الملعبكه، شايفين مدى الفرق في الحالتين، علشان كده الضوء في الحالتين مختلف تماما. والشيء المثير للإعجاب إن المتراكبات التلاتة المسؤولة عن الأضواء الخضراء والحمراء والزرقاء في فئات اليورو المختلفة هي متراكبات مختلفة لنفس العنصر اللي هو اليوروبيوم. شوفوا المصادفة إن عنصر اليوروبيوم اللي متسمى على أوروبا هو المسؤول عن تأمين اليورو بتاع الاتحاد الأوروبي، اللي هو زيتنا في دقيقنا وكلنا أسرة مع بعضينا. طبعا هي مش مصادفة ولا حاجة، ولكن تصميم متقن لمتراكبات تناسقية بيتواجد فيها عنصر اليوروبيوم بتركيزات مختلفة وفي حالات تأكسد مختلفة وبمستويات طاقة مختلفة. علشان كده لما بتتم إثارته في الحالات الثلاثة بنفس الأشعة فوق البنفسجية بيشع ضوء له طول موجي محدد مختلف في كل حالة، زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم. واحد يستوقفني ويقول لي حيلك حيلك حيلك، انت عمال تورينا مركبات وصيغ ونماذج كيميائيه ومخططات طيفيه للمواد المفروض انها توب سيكريت ومحظور تداولها، انت جبت الكلام ده منين؟ ارد واقول له هتلاقي تحت في المصادر دراستين بيشرحوا بالتفصيل ازاي وصلنا للكلام ده في الاطار اللي بيسمح بيه القانون عن طريق دراسه اطياف الانبعاث من العملات. مش هتحتاج اكتر من سبكتروفوتومتر، مطياف ضوئي، وطيف الانبعاث اللي بالشكل ده زي البصمة الضوئية ما بتتكررش بمادتين بسبب نوعية وتفرد الفروق بين مستويات الطاقة زي ما وضحنا. وبعدين مؤسسات طباعة النقد مش بتستخدم التطبيقات الكيميائية دي غير بعد ما بتكون اتقتلت بحث وتطوير في براءات اختراع ودراسات علمية زي اللي هتلاقوها في المصادر، ما بيخترعوش كيمياء جديدة. ونشر الفهم والمعرفة مطلوب لمكافحة التزوير، لكن إعادة الهندسة والإنتاج دي بقى نقرة تانية خالص. بالإضافة لأن الإشعاع اللي طول الموجي محدد ده من أهم الوسائل اللي بتمكن ماكينات الصراف الآلي الحديثة ومكن عد الفلوس في البنوك إنها تقدر تكشف تزوير العملات أوتوماتيكياً عن طريق لمبة أشعة فوق بنفسجية زي اللي استخدمتها في الفيديو ده، وحساسات ضوئية بتكون موجودة في المكنة بتقيس الطول الموجي للضوء المنعكس على العملة، وفي حالة اختلاف الطول الموجي للضوء عن القيم دي بيتم رفض العملة اوتوماتيكيا. طبعا في وسائل تأمين مغناطيسية تانية لا يتسع المجال هنا لتفصيلها. المهم إذا كان الألم ده يقدر يخدع العين المجردة الغير خبيرة، فهو ما يقدرش يخدع الحساسات الضوئية اللي في ماكينات الصراف الآلي ومكن عد الفلوس. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن كيمياء الألوان بشكل عام هتلاقي روابط شرح بالتفصيل الممل في المصادر، ولو عايز الزتونة ارجع لفيديو كيمياء الألوان. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأفادكم، لو كان كده ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك في القناة، ويا حنبذة لو تكتبولنا في التعليقات ايه تطبيقات الكيمياء في الحياة اليومية
اللي تحبوا نتكلم عنها عملي ونظري في الفيديوهات الجاية. شكرا على المتابعة والدعم، والسلام عليكم.